بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أرنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وعلهم الصابرين. يعني لفت أكمبلي أنتم تحبوا ستنفتك أكمبلي باش جابوا رجيبة وعملنا دولة وطنية حرة مستقلة، هذا باطل، حجتكم داحرة ما عندها حتى صيغة اللي مش نقبلوها نحن، احنا ننقضها ونرفضها ونفضح شأنكم فيها. الفتا كومبلي احنا رافضينه، تحبوا لتكم. واذا كان حبيتوا اليوم تقلعونا اي جربوا حظكم وترون كيف سنرد الفعل المكان في حسبانكم، وهذا ميسور لنا ان امر الله بذلك وقدره لنا اعزازا لنا ونصرا لنا وجزاء لنا الا ما يوفى الصابرون اجرا غير حساب. اذا احنا صابرين ونار الاجر تعالى لا ماليش حدود الا عند الله، لا يحدد كل شيء ويعرف بكل شيء، يعرف بالحق والباطل، بالجمال والقبح، بالخطا بالصواب والخطا والمجر. نسال الله ان نكون من خير البشر، امين. يحفظني رب العالمين.